مرحبا برج الميزان، أهلا فيكم في القراءة العامة. هاي القراءة تنطبق حق الطالع والشمسي وأيضا القمري. الطاقة العامة قبل ما أدخل في التارو بالضبط، طاقتكم العامة تقول برج الميزان خلال صار يعرف قيمته بالضبط، يعرف مكانته عند هاي الأشخاص، عند هاي الشركة، هاي المؤسسة، يعرف مكانته في السوق، يعرف أن في أشخاص معينين يحتاجون خبرته، يحتاجون وجوده. إذا كانت علاقة عاطفية فيعرف أن الطرف الثاني يحتاجه أو يرغب في بقائه، وصار يستغل هاي النقطة، يستغلها لصالحه بدون ما يتعب نفسه، بدون ما يقوم بأي جهود التعبة. ينتظر هني طاقة المانيفستينج، أن أنت حسك وايد بذكاء يا برج الميزان، قاعد تشتغل مع قانون الجذب. ما في اي طاقة عندك تعارض قانون الجذب. قانون الجذب لما نشتغل معاه نعرف نجيب كل شيء نبيه لحياتنا باقل جهد ممكن، واحنا مرتاحين واحنا قاعدين مكاننا، وعندك الامبراطورة وانت قاعد مكانك وانت مرتاح. عندنا فينكر برج الدلو، اتوقع ايضا ابتدى بهاي الكارت او هاي الطاقة، هذه هي طاقة الاوراكل. اوكي، فينكر برج الدلو كان يفكر شلون يعدل أولوياته، وقاعدة هني أقارنكم في الطاقة عشان أبين لك أن أنت وصلت إلى استيعاب، وصلت إلى اكتشاف، اكتشفت شيء مهم، مثل ما نقول مفتاح أو سر، طريق مختصر يقدر يوصلك للأشياء اللي تبيها بدون التعب. حس هني برج الميزان خلال شهر أكتوبر، عندنا بعد ستة سيوف، اكتشفت أن الطريق الطويل، الرحلة الصعبة، مو هي الطريق الوحيد عشان تصل إلى أمنيتك. نفس الوجهة، نفس المكان، تقدر تصل لها في وقت أقل، طريقة أسهل، بأقل خسائر ممكنة. أوكي، من كل النواحي راح تكون أقل تكلفة عليك، سواء ممكن يكون هذا الموضوع يخص تذكرة سفر أو حتى اختيارك لإجراءات من أجل انتقال العمل. يعني شفت مثلا ساعات ان نلاقي ثغرة قانونية، بسبب هذه الثغرة نقدر ان نلتف نوعا ما على القانون، احنا بعدنا قانونيين بس نلتف عليه، نسهل على نفسنا الاجراءات. وصلت الى مرحلة استيعاب ذكي، وانا جدا سعيدة بهالطاقة يا برج الميزان، تسعدني طاقتك لهذا الشهر. عندنا البيس لان معاه سيف الصغير وايضا اربعة الاكواب، راح تبتدي شوي تبين نتائج أفعالك على الأشخاص اللي متعودين عليك أو اللي دائما كانوا يتعاملون معاك. قلت لك سواء هذا شخص في حياتك العاطفية أو حتى في حياتك العملية، في أشخاص هني مستغربين ليش أنت ما عدت يا برج الميزان تركض وراهم، أو ليش أنت حاليا وايد مرتاح، مستغربين من راحتك النفسية. بيس، أنت عايش في نوع من السلام، مرتاح في مكانك، ثابت مستقر، إنسان ما عندك أي مخاوف. والطرف الثاني اللي تتعامل معه عنده استغراب كبير، عنده رحلة بحث حتى، لأن عندنا هني سيف المراهق قاعد يفكر، صار عنده فضول، أثرت فضوله ليش برج الميزان جدا واثق من نفسه، مع أنه هو يعرف أن أنا عندي خيارات ثانية، ولكن أحسه جدا مرتاح بالنسبة للي يعرفه. بالنسبة لأن برج الميزان يعرف أنه في منافسين في السوق، في منافسين على وجوده في حياتي، في منافسين أوكي على هاي الوظيفة، على هاي الترقية، بس هذا الشخص بالذات الميزاني اللي أحسه جدا مرتاح، مو مهتم، مو ما قاعد يحرق دمه علشان يصل لهذا الشيء، لهذا الشخص، لهذه النتيجة. كل الأشخاص أحس كذي، أحس أنه صار كنا في سباق من أجل التسلح، سباق من أجل الوصول إلى شيء معين، وأنت اللي صاير خالف، تعرف أنت اللي ما قاعد تنضم لهم، وهذا قاعد يثير اهتمام الشخص الكبير هني في الموقف. الشخص الكبير معناته إذا كان في العلاقة العاطفية فهو بيكون الحبيب، إذا كان في الحياة العملية بيكون مثلا رئيسك في العمل، منافس كبير لك في المشروع، شريكك في العمل ممكن حتى، أوكي، زملائك في العمل مستغربين إن كلهم قاعدين يقدمون على شيء معين،
انفتح باب مثلا التقديم من أجل هذا الشيء وكلهم يتسابقون وانت ابدا مرتاح متسمت على السيت، احنا نقول يعني قاعد على الكرسي ومرتاح، لان عندنا هني في ثالث اسبوع ليج اب. ليج اب هي مرحلة ان الشيء يصير طقة الصبع بالراحة، دفعة دفعة تأتيك هني احس اكثر حتى من دفعة. انت تعرف شيء يا برج الميزان، سر من اسرار حتى يمكن يكون، انت تعرف ان شيء راح ينخلق، شيء راح تحصل عليه بدون حتى قبل ما يصير، اوكي، كأنما يمكن حلمت فيه، يمكن استعملت نوع من طاقة الاستبصار، حسيت صار عندك نوع من الاحساس ان هذا الشيء راح يصير، عشان كذي ما قاعد تتعب روحك، عشان كذي مرتاح، عشان كذي مو داير بال حق الموضوع، تحارس الموضوع بدل ما انت تركض وراه هو هذا الموضوع او هاي الفرصة هي تي عند بابك. انزين، وفعلا راح هذا الشيء يعطيك مثل الاج. الاج بما معناه انه يخليك ترتفع في نظر الطرف الثاني، تكون مميز اكثر. هني مو بس في البداية او في على الاسبوع الثاني ان انت اثرت اهتمامه، ولكن يتعدى الى مرحلة انه فعلا كأنما هني مجرد اثارة فضول. في الاسبوع الثالث اصير طلب خاص ان انت تنضم لهم، طلب خاص انه لان هني في نوع من الاظهار، نوع من التباهي، نوع من ان يطلبونك بالاسم الى الاجتماع، يطلبونك بالاسم ليش ما انت قدمت على هذه الوظيفة ايضا او هذه الترقية، يطلبونك بالاسم نريد ان نتعامل مع محل فلان او مشروع فلان. عرفت ان في نوع من اذاعة الصيت هني صير عندك في الاسبوع الثالث، مثل ما قلت لك طاقة المانيفستينج. عندنا هني ثلاثة السيوف و الكوب الصغير بيج اوف كابس. انت تعرف شيء، هاي المنافسين الاربعة، اربعة الاكواب، المنافسين ما يعرفونه، كل اللي تنافسوا وحاولوا يظهرون نفسهم، قلت لك اني طاقة انه يطلع نفس الشخص، كل اللي حاولوا يظهرون نفسهم او يتنافسوا على هاي المنصب هذا الشخص يتمسكون فيه بقوة، هم اللي راح يخسرون، لان هم ما اثاروا الفضول وما برزوا مثل ما انت برزت، ما تميزوا بالاختلاف. الموضوع هني او الموقف اللي راح تمر فيه او قاعد تمر فيه خلال شهر اكتوبر يتطلب التميز. ليش التميز؟ لان كلهم قاعدين هني المتنافسين يتبعون نفس الاستراتيجية، ما في واحد، كلهم قاعدين صايرين في نفس الكفة، انت اللي راح تصير في كفة مختلفة. انزين، ثلاثة السيوف احس هني ان راح يأتيك خبر من تحت الطاولة او بالهمس، يعني خبر مو رسمي ولكن تلميح مثلا من الشريك، تلميح من مديرك في العمل، تلميح من الرؤساء ان منافسينك هم اللي راح يخسرون، لن يتم قبول لا فلان ولا فلان ولا فلان. فانت هني صدق نوع من الاستغراب، راح من على من يقع الاختيار، الجواب راح يقع الاختيار عليك انت، اوكي، خصوصا اذا انت ظليت ثابت في طاقتك، ظليت في طاقة الثقة، ظليت في طاقة اللي ما راح اجري جري الوحوش، لان اعرف ان غير رزقي ما راح احوش. هذه الطاقة هي اللي راح تجذب لك الشيء زيادة لحد ما ندخل رابع اسبوع الى نهاية الشهر. هاير باور احس اني حتى تتطور اما العلاقة اما موقفك، قوة موقفك راح تتغير، تصير حتى اقوى من السابق. شلون يعني؟ مو بس تتقرب، هني في طاقة يقربونك منهم الأشخاص اللي هم أعلى، الأشخاص اللي في يدهم يختارون من المرشحين، هني راح تتقرب منهم، ممكن حتى تتقرب من أهل الشريك، تتقرب من أحد من طرف الشريك، يصير عندك شيء يميزك عن باقي الأشخاص اللي مروا في هذا الموقف المشابه لك. هني الهاير باور يتكلم عن كأنما نوع من طاقة التغلي من جانبك أنت، ممكن تكون النصيحة أو هذا هو التصرف الطبيعي اللي راح يطلع منك بحلول نهاية الشهر. طاقة اللي
أنا سعيد لأن عرضت عليه هذا الشيء، ولكن يعني مو وايد متحمس، مو مندفع. لا، لحد الآن عندك نوع من الكنترول، لأن أنت عارف إن لما ترخي الكنترول، لما إحنا نقول تقط نفسك، لما تذب نفسك أو توفر نفسك حق هاي الأشخاص، حق هاي الوظيفة، أو الناس يشوفونك جدا عطشان، جدا راغب في هذه الفرصة، راح هم شوي يتغلون عليك. فأحس يعني برج الميزان قاعد يسحب يتغدى فيهم قبل ما يتعشون فيه، قاعد هو اللي يبتدي في طاقة اللي أنا مو مقتنع، أنا مو بعارف، أنا مو متأكد، يمكن آخذ الفرصة، يمكن ما آخذها، يمكن أكون مشغول. معاه السيف الأول، الانتصار، الانتصار المعنوي، انتصار الكرامة. يعني أحس خصوصا إذا كنت أنت دائما يا برج الميزان من الأشخاص اللي دائما في هاي السيناريو كانوا هم المهمشين، ما يقع عليك الاختيار أولا، أو يختارونك باي ديفولت، يعني يختارونك لأنك متوفر مو لأن رغبة فيك، أوكي؟ ولكن هاي المرة راح تنعكس الطاولة، تنقلب الطاولة، راح يكون انتصار معنوي، نفسي، عقلي. هني وايد أحس إن الانتصار، تعرف اللي فيه مواجهة، اللي حتى كأنما تمر بموقف مع هاي الأشخاص المنافسين، تقدر تحط عينك في عينهم وتحس بهاي لحظة الفخر، لحظة اللي أنا تخيلوا كنت أقل واحد فيكم، وكلكم تنظرون لي إني أقل واحد فيكم، ومن أقل واحد صرت الحين أعلى منكم كلكم، أو أوازي قوتكم، أوازي السلطة في هذا المكان. المدراء في العمل صاروا يطلبوني، صاروا يسمعون كلامي، يهتمون إلى مشورتي، أو الشريك صار أيضا يهتم لي أنا، صار يفتقدني عندما أغيب. هني لحظة النصر للكبرياء، ولكن طريقة جدا صحية، لأن عندك ننتهي بكرت الإمبراطورة في ثاني أسبوع. الراحة النفسية، هني الراحة من جميع النواحي، أحس راحة اللي أنت تكون جدا قاعد مكانك، أوكي، في البيت أو في العمل، تلاقي الطرف الثاني هو اللي يلاحقك، ينعكس السحر على الساحر، هو اللي يسأل عنك، هو اللي يطلبك، تتوفر عندك المادة، الراحة النفسية، الانتصار المعنوي اللي تكلمنا عنه، اوكي، احتمال حتى حمل اذا كنتوا تنتظرون حمل، اذا خصوصا اذا كان هنا عندكم سيناريو ان انتوا كنتوا الشريك رقم 2 أو 3 أو 4 في حياة شريككم، مو الشخص الاول، اوكي، لحظة انتصار، لحظة تتويج، تتويج ان تصل الى مكانه ما فيها ما فيها تراجع للوراء عقب هني، خلاص ثبت مكانتك على نهايه شهر اكتوبر ان شاء الله. خلينا نشوف هني الطاقه الحيوانيه من الاوراكل. تايجر، أحب التايجر لأنه هو شوية عكس الأسد، وإنما بعد حيوان ناري، ولكن في فرق بين الأسد والنمر. النمر دائما يتكلم عن طاقة العمل في هدوء، ستيلث، العمل بسكات، العمل بدون ما حد يلاحظك، ولكن يوم من الأيام يستيقظون على صفعة قوية من جانبك أنت، صفعة قوية، صدمة، صدمة ان شلون واحد اصلا ما كان موجود على الخارطة، على الرادار معانا في نفس المستوى، مرة واحدة قفز شخص ابدا ما كان مثلا معروف انه هو من المتفوقين حتى في المدرسة معانا، مرة واحدة انجز، مرة واحدة صار انسان ناجح، يطلبونه حق مقابلات، حق تلفزيون، شيء كذي، طاقة اللي مرة واحدة. ولكن اللي هم ما يعرفونه ان التايجر او النمر، ليش اقول لك عكس طاقة الاسد؟ الاسد دائما طاقته يبين في وضح النهار، لان اذا بتلاحظون برج الاسد كرته كرت الشمس، عمله يظهر في وضوح في النهار امام الملأ. التايجر شوي يختلف لان حتى الرمز اللي عليه القمر،
عمله يكون في الهدوء، ما يعمل مع قطيع، ما يعمل مع جماعة، يعمل في عزلة، ولكن النتائج بعدين تبين علنا. أيضا هني يرمز إلى العمل في الليل، في الظلام، بسكوت. يمكن كان عندك شيء في حياتك مخبأ، جهودك، نيتك كانت مخبية، أو كانت كنت أنت مخبيها، راح تبتدي هاي النية تتضح أمام الناس. مع نفسك أنت واضح، ولكن أمام الناس راح تبتدي تطلع هاي النية، توضح نتائجها. إن لا، برج الميزان ما كان ساكت لله في الله، برج الميزان كان ساكت لأن تحت راسه خطة كبيرة، كان تحت راسه مصيدة كبيرة. النمر جدا هادئ في طريقة اصطياده للفريسة. عزيزي برج الميزان، هذه كانت قراءتي.